إذن للوقوف على صراع الأحزاب في كردستان العراق على منصب الرئاسة بعد الترشيحات الأخيرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من السليمانية الناشط السياسي أبو بكر كاروني. أهلا بك معنا سيد أبو بكر. أهلا بك سيد أبو بكر. يعني بعد تعذر توافق الأحزاب الكردية على مرشح واحد، هل للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية عرف تفرضه السوابق ربما، أم ضوابط تحكمها الدستور أو يحكمها الدستور برأيك؟ مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم، مبدئيا يحكمها الدستور، أما كلنا نعلم أن الدستور يفسرها الأقوياء وخاضعة تقريبا خاصة في التجربة العراقية إلى يعني الأوضاع السياسية والتصعيد والانخفاض، فلذلك العرف السياسي تقريبا هو المهم على الدستور. وهناك شبه ديمقراطية توافقية، ولو لم يكن منصوصا في الدستور بأن يكون الرئيس الجمهورية حصا للكرد ورئيس الوزراء حصا للأغلبية الشيعية أو للمكون الشيعي ورئيس البرلمان حصا للسنة، ليس هذا تقسيما دستوريا ولكن أصبح عرفا سياسيا في العراق. هل تتوقع أن يتم هذا الأمر بسلاسة، أم أن التجاذبات السياسية تلعب دورا سلبيا في هذا المجال؟ يعني هذه المرة هناك كما تعلمون وكما يعلمون المشاهدين هناك تغييرات على مستوى العراق، هناك تغييرات في الخارطة السياسية العراقية على مستوى المكونات وعلى مستوى القيم، هناك شرخ في الصفوف في الصف الشيعي، هناك دعوة من قبل التيار الصدري للأغلبية الوطنية، وهناك تقريبا قرار مستقل للحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف جديد مع السنة، وهناك تحل السنة ودعوة لأن تكون هناك عراق جديد بعد أن فشل العراق الجديد القائم بعد 2003. لذلك فهذه المرة لن تكون الانتخابات لرئاسة الجمهورية حتى رئيس الوزراء اعتيادية مثل السابق، في حين كان هناك اتفاق بين جميع الأطراف وهناك شبه توافق بين إيران وأمريكا، ولكن هذه المرة لم تكن هناك رضا إيراني وهناك حضور للعربي المتمثلة بالمكون السني وحتى تفاهم العرب الكردي وتفاهم ولو بعيدا تركي مع القوى الكردية والسنية خاصة السنية العربية. لذلك ربما تكون هناك مخاض وهناك انعكاسات على انتخاب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. طيب يعني ما هي دلالة هذا العدد الكبير من المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية؟ هنا نتحدث عن 26 مرشح لهذا المنصب، تدرس أو يعني يتم تدقيق السير الذاتية الخاصة بهم. أعتقد هناك ثلاثة أنواع من المرشحين. النوع الأول يعني قياسا على قصة يوسف الإبراهيمي الذي لم تكن لديها أي رأس مال، ولكن يعني اصطفى مع الذين كانوا يريدون شراء يوسف، يعني لكي تكون هناك ترج اسمه في قائمة الذين يترشحون لمنصب رئيس الجمهورية، إعلان عن نفسه أو ركلام من نفسه لنفسه كمثلة معنوية. هناك بعض المرشحين الآخرين أوراق سياسية خاضعين للمساهمة مع الكتل الكبرى، أجمال منافسة ما بين المرشحين الكرديين زيباري والدكتور برهم رئيس الجمهورية حاليا، وأعتقد بأن يعني نصيب زيباري أكبر، وإذا كان الأوضاع لم تتغير تغييرا دراماتيكيا فستكون هناك رئيس جمهورية، والمنافسة بين دكتور برهم صالح رئيس الجمهورية الحالي وهو شاب زيباري وكل الآخرين تقريبا هامشيين مارسوا حقهم في إطار ما قدموا لهم المبادئ الدستورية الروتينية، ولكن على الأرض لم تكن هناك أي مرشح سوى هذه المرشحين يتنافسون بجد على موقع الرئيس.
نعم، يعني ترشيح الحزب الديمقراطي الكردستاني لهوشيار زيباري، هل برأيك سيقضي على عرف التفاهم بين قطبي العملية السياسية في كردستان العراق برأيك؟ نفس السؤال. بالنسبة لترشيح الحزب الديمقراطي الكردستاني لهوشيار زيباري، يعني هل سيقضي على التفاهم أو على عرف التفاهم الذي يعني تعارف عليه بين قطبي العملية السياسية في كردستان العراق؟ صوتك غير واضح، ولكن على قدر ما فهمت أن هوشيار زيباري إذا لم تكن هناك أي تغيير دراماتيكي غير متوقع يعني في موقف الاتحاد الوطني الكردستاني الأخرى، هناك تقريبا تحالف قوي وتحالف رصين بين الكتلة التدريبية وبين التيار السني السياسي والحزب الديمقراطي الكردستاني. أعتقد إذا كان الأمر يسير بهذا البلوان الحالي سيكون الأمر شبه محسوم لصالح مرشح حزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري. أيضا سيد أبو بكر، يعني في ظل المطالبات الشعبية التي تم قمعها ولم يستجب لها، باعتقادك هل ما زال الشعب مهتما بترشيحات الأحزاب؟ أعتقد الشعب غير مهتم، لأن غالبية الشعب العراقي قاطع الانتخابات منذ خو إلى فاو. تقريبا الموقف الرسمي لوزارة الداخلية أو لهيئة الانتخابات كان هناك مشاركة بحدود 40%، ولكن العدد الحقيقي أو النسبة الحقيقية لا تتجاوز 25% تقريبا. إذا الأغلبية الصامتة المقاطعة للعملية السياسية في الانتخابات سحبت ثقته من كافة الأحزاب ومن العملية السياسية الحالية ومن النخبة السياسية، لذلك وحتى بسبب العملية الانتخابية وقانون الانتخابات ليس هناك تمثيل كافي للشعب المنتفض، خاصة للذين انتفضوا في إطار انتفاضة تشرين، لأن هناك 1.5 مليون صوت الذين صوتوا للتشرينيين، ولكن لم تكن هناك إلا مقاعد محدودة بسبب معادلات رياضية وتكتيكات سياسية وعدم فهم العملية الانتخابية في إطار قانون جديد في العراق. إذا لم تكن هناك تقريبا، إذا كان هناك تغييرات جذرية، وكيف تتم تغييرات جذرية يعني على يد نخب تقريبا تم تجربتها في السابق مرات تلو المرات ولم تنجح في إصلاح الأوضاع، لا الإصلاح السياسي ولا الاقتصادي ولا كانوا، ولكن على الأقل ربما ينتقل العرش إلى مرحلة انتقالية جديدة، ولكن سيبقى الكتلة الغالبة هي الصامتة، هي المعترضة، هي المقاطعة في العملية الانتخابية، وربما سيقول قولها في المستقبل. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف من السليمانية الناشط السياسي أبو بكر كاروني، شكرا جزيلا لك.